أعزائي طلبة وطالبات كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، برنامجي الماجستير والدكتوراه في قسم الحوسبة الاجتماعية، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في المحاضرة رقم 8 أو المحاضرة الثامنة من مادة تمثيل المعرفة الاجتماعية 1 أو Social Knowledge Representation and Reasoning 1. اتكلمنا في السبع محاضرات السابقين عن بعض المفاهيم الأساسية زي knowledge, representation and reasoning. بعد كده دخلنا على الكورس بتاعنا اللي هو how to represent knowledge بأكتر من طريقة أو أكتر من تكنيك، وتعرضنا لإيه هي المين تكنيكس أو الميجر تكنيكس used in literature or in science in general in order to represent knowledge in order to create an expert system or an intelligent system that is capable of creating knowledge and perceiving knowledge. فاحنا اتكلمنا على logic based techniques، اتكلمنا على rule based techniques، frame based techniques and uncertain techniques. بعد كده درسنا في ال rule based او under ال rule based techniques درسنا in production systems، وunder ال frame based techniques درسنا semantic nets. والمفروض ان احنا النهارده هنتكلم على الفريمز او التكنيك الثالثة في تمثيل المعرفة أو knowledge representation. طبعا production system زي ما قلنا هو اللي أخذ الكمية الكبيرة أو الحجم الأكبر من الوقت، يعني طول الترم، لأن زي ما قلت لحضراتكم يعتبر هو ده الأساس أو هو ده من أكتر الطرق اللي بتستخدم. وختمنا انه في 3 كيس ستاديز، انا كنت قايله ان انتوا هيبقى عليكم انكم تحضروا 3 برزنتيشنز، كل حد فيكم هياخد بيبر من ال 3 بيبرز اللي موجودين قدام حضراتكم دول ويقراها ويعمل لها برزنتيشن ويقول لنا ازاي تم استخدام الرول بيزد اكسبرت سيستمز او رول بيزد نوليدج ريبرزنتيشن علشان اكريت اكسبرت سيستم سواء في المجال الطبي او في المجال الهندسي او في المجال القانوني والجنسية وقوانين الجنسية والكلام ده كله. أنا ما زلت منتظرة، لكن طبعا في ديدلاين، فهيبقى الديدلاين بتاعنا يوم 15 يونيو، لازم تكون الثري برزنتيشنز مبعوتين على الإيميل باي 15 جون أو باي 15 جون أو باي ميد أوف جون. إحنا لازم نكون باعتين الثري برزنتيشنز دول، وطبعا هيخشوا معانا في الامتحان الفاينل ان شاء الله، فانتوا كلكم مطالبين انكم تفهموا الثري برزنتيشنز من زمايلكم، يعني دي هتبقى حاجه الجزء اللي عليه الكلاس ورك او اعمال السنه. اتكلمنا بعد كده في المحاضرات السابقه برضو على السيمانتيك نتس، ان هي وسيله اخرى او اداه اخرى لتمثيل المعرفه، بس بتمثل المعرفه في شكل نتورك. النتورك دي بتاخد سيمانتيك بمعنى انها حاجه يعني ليها علاقه بالادراك، انه البني ادم بيدرك النولج او بيبرسيف النولج وبيبرزنت سام سورت اوف نولج في الهيومن مايند باستخدام السيمانتيك نت او فكره النتوركس، فكره ان انا عندي نودز وعندي لينكس وببتدي اربط الحاجات ببعضها. واتكلمنا ان ده ممكن يستخدم باكثر من شكل، لان اللينكس دي ممكن تعبر عن كاتيجوري ممبر شيب، ممكن تعبر عن part of a whole، ممكن تعبر عن is made of، ممكن تعبر عن relative relationship، ممكن تعبر عن is a أو instance of أو whatever الverb اللي احنا هنستخدمه. فعادة اللينك بيعبر عن verb، يعني دي أحد الطرق يعني. وبعد كده اتكلمنا كمان إنه مش بس اللينك بيعبر عن verbs أو بيربط حاجتين ببعض، لكن كمان في طريقة ما للإنهيرتنس أو الهيراركال إنهيرتنس، وعرفنا الفرق ما بين two types of links in inheritance is a link and instance of link. بعد كده آخر حاجة ختمنا بيها الجزء بتاع semantic nets هو فكرة إزاي بقى بنحول اللانجوج أو الناتشرال لانجوج، إزاي البني آدم أو الهيومن مايند بيبرسيف الناتشرال لانجوج على إنها نتورك، وبالتالي ازاي نريبريزنت الناتشرال لانجوج للكمبيوتر في شكل سيمانتيك نت او في شكل نتورك. وقلنا ان دي نقطه مهمه جدا يا جماعه، لانه هي دي الطريقه اللي بيتبني عليها ازاي الكمبيوتر بيعمل ناتشرال لانجوج بروسيسنج
وبالتالي احنا قلنا السمستر اللي فات لو تفتكروا لما كنا بنتكلم على الارتفيشال سوسايتيز انه من ضمن الريكويرمنتس بتاعت الارتفيشال سوسايتيز صحيح الماشين ليرنينج والرول بيزد والكلام اللي احنا قلناه ده كله، لكن كمان في نقطه مهمه قوي هي فكره الناتشرال لانجويج بروسيسنج، هاو ويل ذا كمبيوتر بروسيس ناتشرال لانجويج. فدي طريقه من الناتشرال، يعني ده ابروتش بنسمي الابروتش ده فيرب اورينتد ابروتش، ان هو بيركز على الفيرب او الفعل في الجمله وبيبقى ده نود او دي السنترال نود عندي، ومن السنترال نود دي بيبتدي ريبريزنت الستيتمنت او الجمله في شكل نتورك ما بين الفاعل والمفعول به وزمن الفعل واداه الفعل وتوقيت الفعل والكلام ده كله. في الاخر هي فيرب اورينتد، هي ابروتش او منهج قائم على الفيرب الفعل الاساسي، ومن الفعل يبتدي يربط بقيه الجمله في شكل فاعل ومفعول به وزمن وتاريخ واداء وظرف وحال، كل ده في الاخر ريليتد للفيرب اللي هو اللي بيربط لي الجمله دي كلها. وخدنا امثله للكلام ده وشفنا مشاكل السيمانتيك نتس هي ايه، طبعا مزاياها هي ايه، البساطه مينلي يعني، والانتويتفنس برضو، وشفنا مشاكلها وشفنا انه حتى مشاكلها دي كان في اتمت ان يتعمل امبروفمنت وان يتعمل هيريستكس وبارتيشننج، لكن بنقول في الاخر انه قد يكون الابروفمنتس او الاتمتد ابروفمنتس امبروفمنتس اللي تمت قد تؤثر على السمبلسيتي بتاعه السيمانتيك نتس وبالتالي تبقى معقده، وبالتالي اهم ميزه فيها هي السمبلسيتي ممكن نفقدها مع التعقيد ده. هنتكلم النهارده، يعني كنت بس بعمل كده سريعا ريفيو على الحاجات اللي احنا غطيناها يعني خلال الكورس. النهارده هنتكلم على الفريمز، وهي اخر تكنيك هنتكلم عنه، للاسف في تكنيكس ثانيه كتير كانت المفروض تبقى معانا في الكورس، لكن نظرا لضيق الوقت عشان ظروف كورونا السنه دي فاحنا هنكتفي بالثري تكنيكس دول، ونعمل بقى كومباريزن ما بينهم ان شاء الله في الفاينل يعني امتحان اخر السنه. هنتكلم على ثالث تكنيك تو ريبريزنت نولج، ده اسمه فريمز. يعني ايه فريم؟ فريم از ان انفورميشن ستراكشر ويز ا فريم نيم اند نمبر اوف سلوت. عارفين كده زي الانتيتي لما كنا بندرس داتا بيس سيستمز لو تفتكروا، او ابلايد انفورميشن سيستم لما كنا في الكورس بتاع الابلايد انفورميشن سيستم واحنا في سنه ثالثه، لما كنا بندرس الـ entities والـ relationships، each entity، الـ entity ليها name وليها set of properties أو attributes، كنا بنسميها attributes. هنا نفس الفكرة، إن أنا ببتدي أمثل الـ entities اللي موجودة على أرض الواقع أو الـ components اللي موجودة على أرض الواقع في شكل frames. الـ frame، each frame has a frame name ولو number of slots. الـ slots دي اللي هي بتمثل الـ characteristics أو الـ attributes أو الـ properties بتاعت الفريم ده. يعني انا ممكن يبقى عندي فريم نيم اسمه ستودنت، طيب السلوتس هتبقى ايه؟ هتبقى الايج، الجندر، الاكاديميك يير، الجي بي اي اند سو اون. سو النمبر اوف سلوتس ريبريزنت ذا نمبر اوف بروبرتيز اور ذا نمبر اوف اتريبيوتس ذات كاركترايز ذيس فريم. فلكل فريم عندي هيبقى عندي فريم نيم وعندي نمبر اوف سلوتس. السلوت ده بيبقى زي هولدر كده، زي فاريبل. عارفين الفاريبل اصلا في الكمبيوتر بيبقى عباره عن هولدر، يعني سبيس هولدر كده، انا بحجز مساحه في الميموري بتاعت الكمبيوتر عشان افيل المساحه دي بفاليو، وبالتالي الفاليوز اللي هتاخدها السلوتس بنسميها سلوت فيلر. يبقى انا عندي لو الفريم اسمه ستودنت وعندي سلوتس لايك ايج فور اكزامبل، فالسلوتس دي كانها هولدر اوف انفورميشن، وبحط بقى الايدج بتاع الشخص اللي هو مثلا الشخص ده عنده 23 سنه، فيبقى 23 ده الفاليو اللي هتتحط في السلوت اللي اسمه ايدج، وبالتالي هتتسمى سلوت فيلر. ان انا اي فيل ذيس سلوت اللي هي الايدج سلوت، اي فيل ذيس سلوت ويز فاليو 23، ده معناها انه هذا الشخص العمر بتاعه يساوي 23 سنه. طيب ايدج سلوت هاز ا يونيك ريليشن تو ذا هول، we call this relation aspect. Each aspect has an aspect name which is unique within the frame name. يعني ايه؟ يعني مثلا for example a frame for x معناها ان في frame name اسمه x،
الواي سلوت اوف اكس معناها سلوت ريليتد باي ان اسبيكت وذ اسبيكت نيم واي تو فريم وذ فريم نيم اكس. خلينا كده ناخد مثال، يعني ادي كده شكل الطريقه اللي احنا بنكتب بيها الفريمز سكيماتيكالي. احنا بنعبر عن الفريم ازاي؟ بفتح قوس وبقفل قوس، وان بتوين ذيس تو براكتس او بتوين يعني ما بين الاقواس بحط فوق الفريم نيم، بعد كده بفتح علامه ليس ذان وجريتر ذان بالشكل ده، وبحط السلوت نيم والفيلر بتاعه والسلوت نيم الثاني والفيلر بتاعه اند سو اون، كل واحده فيهم في سطر لحد ما نخلص ونقفل القوس تاني. يعني خلينا ناخد ده مثال مثلا، بس احنا لسه يعني هنتكلم في ده بعدين. يعني مثلا تريب ليج 1 2 3 ده اسم فريم، وادي السلوتس بتاعتها الديستنيشن تورونتو، يبقى السلوت هنا اسمه ديستنيشن والسلوت فيلر هو تورونتو. مثلا تورونتو دي مدينه والبروفنس اونتاريو العاصمه بتاعتها اونتاريو او مقر المدينه اونتاريو، البوبوليشن 4.5 مليون اند سو اون. فاحنا دي طريقه كتابه الفريمز، بفتح قوس وبقفل قوس في الاخر، وما بين القوسين بحط في الاول الفريم نيم، وبعدها بقى في كل سطر بحط كابل هنا بقول الاول السلوت وبعد كده السلوت فيلر، ومفيش اي حاجه ما بينهم غير سبيس، المهم بس ان انا بفتح علامه اقل من وبقفل بعلامه اكبر من بس. تمام، فده الفكره. كلمه الاسبكت هنا معناها انه دي ان السلوتس دي بتعبر عن اسبكت، يعني مثلا الايدج اتس وان اسبكت اوف وان اسبكت اوف ستودنت او انديفيديوال، فالسلوت بتعبر عن اسبكت، والاسبكت ده له يونيك ريليشن، يعني ما ينفعش اسبكت تاني يبقى اسمه ايدج برضه، يعني ما ينفعش سلوت تانيه، ما ينفعش يبقى عندي تو سلوتس بيعبروا عن نفس الاسبكت او نفس الخاصيه من خصائص الفريم ده. ده المقصود بكلمه اسبكت، يعني مجرد تفسير يعني ايه سلوت، يعني لان احنا هنا واخدين سلوت كفاريبل والسلوت فيلر كالفاليو للفاريبل ده بياخدها، لكن الفكره هي مش بس فاريبل وفاليو او الكابل ده، لكن هي الفاريبل دي نفسها او السلوت ده نفسه بيعبر عن one of the aspects او one of the properties that this frame او this entity has. اليوزج بقى بنستخدم ده ازاي؟ له اكتر من استخدام، يعني او mainly له حاجتين استخدامين. ممكن نستخدم الفريمز as aspect carriers، يعني when we use a frame to collect all there is known about a certain concept we call a frame a concept carrier. يعني لو انا عندي concept معينه ورحت مجمعه كده في الكونسبت دي كل الاسبيكتس بتاعتها او كل البروبرتيز بتاعتها، ففي الاخر انا استخدمت الفريم ليه؟ عشان اعبر عن مجموعه البروبرتيز بتاعت الكونسبت دي، ففي الاخر الفريم ما هو الا concept carrier. دي استخدام، خدوا بالكم فكره اليوزجز دي معناها استخدام. انا ليه بستخدم الفريمز كتكنيك في النولج ريبريزنتيشن؟ يعني انا بريبريزنت النولج يوزنج الفريمز ليه؟ علشان ممكن ابقى عايز اعبر عن كونسبت معين واشوف كل الاسبيكتس الكونسبت دي اللي بيوصفوا الكونسبت دي، وبالتالي احطها بشكل فريم عشان يبقى باكج كده على بعضها. يبقى انا عندي زي ما شفنا من شويه تورونتو، تورونتو دي مدينه والمدينه دي سكانها كذا والمدينه دي عاصمتها كذا، في الاخر ده اسبكت كارير. وممكن يستخدم الفريم كديسكريبشن، وده when we use a frame to specify that a certain slot which is already known to be functioning as the aspect of another frame is functioning as one of its own aspects. دي هنتكلم عنها بعدين، اللي هي الجزء الخاص بالانهيرتنس. يعني احيانا بيبقى في فريم كبير اسمه مدن مثلا المدينة، ولكل مدينة عدد سكان، ولكل مدينة موقع، ولكل مدينة عاصمة أو مركز مدينة. لكن أنا عندي مثلا مدينة معينة هي special case، فأنا محتاج أعمل description للمدينة دي اللي هي special case، فبنعمل لها فريم لوحدة وبنقول ان هي it's functioning as one of its own aspects، لان هي ليها زي exception كده. الديسكريبشن
is different from a concept carrier frame, or description frame is different from a concept carrier frame in two respects. A description can be viewed as an instantiation of a concept carrier in the sense that the class of potential slot fillers of each of the slots in the description is subset of the class of potential slot fillers of their corresponding slots in the concept carrier. زي ما قلت لكم شوية يا شباب الأساس هو الكونسبت كارير. أنا عندي فريم اسمه سيتي، فريم اسمه مدينة، بيقول لي كل الخصائص بتاعة المدينة. يبقى الفريم ده من أي نوع؟ كونسبت كارير، هو بيحمل الكونسبت اللي اسمها المدينة. لكن لما أجي أتكلم على تورونتو بقى أنا عايز أعمل انستانشيشن للكونسبت، زي ما بقول انستانس أوف، هي تورونتو is an instance of Canadian city، it's an instance of city. يبقى انا عندي كونسبت اسمه سيتي او كنديان سيتي، وعندي ديسكريبشن فريم تاني بيعمل ديسكريبشن لتورونتو ك انستانس اوف الكونسبت اللي اسمه سيتي او كنديان سيتي. هنرجع تاني هنا نبص على الكلام ده، يعني هنا مثلا اهو بصوا كده على الفريم ده، هو الفريم نيم تورونتو، بعدين هنا بيقول لي ايه انستانس اوف ايه كنديان سيتي، يعني هو احد الانستانشيشنز او احد التجسيد على ارض الواقع للكونسبت اللي اسمه كنديان سيتي. فالفريم ده من انهي نوع؟ لا الفريم ده ديسكريبشن، طبعا هو بيديسكرايب تورونتو كانستانس اوف كونسبت فريم اسمه كنديان سيتي. يبقى اكيد في كونسبت فريم تاني اسمه كنديان سيتي بيقول لي بس ايه الاسبكتس بتاعت الكنديان سيتي، يعني ان هي لازم يبقى ليها بروفنس، لازم يبقى ليها بوبوليشن، لازم يبقى ليها كذا وكذا وكذا. تمام؟ طيب هل في تايبس اوف فريم؟ اه نفس الكونسبت او نفس فكره الفرق ما بين اليوسجز في الاستخدام، يعني انا بستخدم الفريمز يا اما بعبر عن كونسبت عامه يا اما بعبر عن ديسكريبشن لانستانشيشن اوف ذيس كونسبت، هما نفس الاستخدامين، هما دول التو تايبس اوف فريمز. يبقى لو انا عايزه اعبر عن كونسبت عامه انا هستخدم جينيريك فريم، لو انا عايزه اعبر عن انستانشيشن اوف ذيس كونسبت يعني مثال فردي وشخصي للكونسبت اللي اسمها سيتي، يعني انا عندي مثلا كونسبت جنرال كونسبت اسمها ايجيبشن سيتي، ببتدي احط كل الاسبيكتس بتاعت الايجيبشن سيتي، يعني ايه هي الخصائص او ايه هي الفاريبلز او ايه هي الميجرز اللي انت عايز تقيسها اللي بتقيس الاسبكت بتاعت الايجيبشن سيتي. فيبقى هنا لو انا عايز احط ايجيبشن سيتي انا همثلها في شكل انهي نوع من انواع الفريمز؟ جينيريك فريم. ليه؟ لان هي عباره عن كونسبت، هي بتعبر عن كونسبت او بتديسكرايب كونسبت او وي يوز ات ان اوردر تو ديسكرايب ا كونسبت ا جنرال كونسبت. فان اوردر تو ديسكرايب ا جنرال كونسبت احنا بنستخدم ويتش تايب اوف فريمز؟ بنستخدم حاجه اسمها الجينيريك فريم اللي هو بي ريبريزنت الكاتيجوريز والكلاسز اوف اوبجكتس، يعني حاجه جينيريك. طيب لو انا بقى عايز اعبر عن كايرو كفريم، انا عايز بقى اعمل فريم لكايرو وفريم لالكسندريا وفريم لاسوان وفريم للوكسور، هبتدي كل فريم من دول هقول ان ده الفريم نيم كايرو، وهبتدي بعد كده اقول له انها انستنس اوف الجينيريك فريم اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه ايجيبشن سيتي اند سو اون. فالانديفيديوال فريم بستخدمها تو ريبريزنت سنجل اوبجكتس، اما الجينيريك فريم فانا بستخدمها تو ريبريزنت كاتيجوريز اور كلاسز اوف اوبجكتس. تمام يا شباب، يبقى احنا كده فهمنا الفرق ما بين التو يوسجز او الاستخدامين اللي احنا بنستخدم فيهم الفريمز عشان نريبريزنت النولج للكمبيوتر، يا اما بعبر عن جنرال كونسبت يا اما بعبر عن انستانشيشن اوف ذيس كونسبت انه بروبرتيز بتاعه اوبجكت حقيقي. طيب لو عايز اعبر عن الجنرال كونسبت بستخدم نوع من انواع الفريمز اسمه جينيريك فريم، ولو عايز اعبر عن انستنس اوف ذيس كونسبت أو instantiation of this concept أو example of this concept فهستخدم نوع من أنواع الفريمز اسمه الانديفيدوال فريم. طيب خدوا بالكم بقى إنه الانديفيدوال فريمز دي لو قارناها كده باللي إحنا درسناه في البرودكشن سيستمز اللي هي أداة أخرى أو تكنيك آخر
ليه تمثيل المعرفة للكمبيوتر. فاحنا بنقول ان الانديفيديوال فريمز دي كانها سيميلر كده للوركينج ميموري اليمنتس لو تفتكروا في البرودكت. ليه؟ لانها كانت فاكتس، كانت بتمثل فاكتس، وبالتالي الفاكت هي انستنشيشن للجنرال كونسبت. يعني في جنرال كونسبت اسمه كهرباء، بس انا لما بقول ان الكهرباء دلوقتي شغاله اون او ان الكهرباء دلوقتي اوف، لا ده بقى فاكت. فطالما هي فاكت فهي انديفيديوال، فالانديفيديوال فريمز بتشبه شويه فكره الفاكتس او الوركينج ميموري اليمنتس اللي كنا درسناها في البرودكشن سيستمز. زي ما قلت لكم سكيماتيكالي كده بنكتب الانديفيديوال فريم ازاي، ان انا بحط الفريم نيم والسلوت نيم 1 والفيلر بتاعها والسلوت نيم 2 والفيلر بتاعها اند سو اون. طب ده الانديفيديوال فريم العادي اللي هي الطريقه العاديه في تو ريبريزنت يعني ايه فريم اصلا. طيب الجينيريك فريم بيتعمل ازاي؟ بنفس الطريقه بس بنحط تحته سطر هنا انه اولا الجينيريك فريم لازم يبدا بكابيتال لتر while individual frame are uncapitalized mixed case. يعني مثلا خلينا اهي ده جينيريك فريم، فبقول مثلا انه الكنديان سيتي، خدوا بالكم بدا بايه؟ بكابيتال لتر اهي، كنديان سيتي از ا، هي مش از انستنس اوف، فاكرين السيمانتيك نات احنا ميزنا ما بين انستنس اوف وبين از ا، وقلنا از ا دي معناها سب كلاس من كلاس، لكن ما هو لكن ما زال كلاس ما هواش انستنس اوف. فكنديان سيتي از ا سيتي، البروفنس هتاخد كنديان بروفنس، الكانتري هتبقى في كندا. تمام؟ طيب الانديفيديوال فريم بنحطه سمول عادي زي تورونتو كده، وبعدين مش بقول له بقى از ا كنديان سيتي، لا بقول له اتس ان انستنس اوف كنديان سيتي. ليه؟ لانه ده انديفيديوال، تورونتو هي انديفيديوال ما هياش كلاس، اما الكنديان سيتي هي كلاس ولكنها سب كلاس من كلاس اكبر اسمه سيتي. فانا عندي كلاس كبير خالص بنسميه سوبر كلاس اسمه سيتي، وجواه مجموعه من الكلاسز من ضمنهم الكنديان سيتي، ايجيبشن سيتي اند سو اند سو اون. فبقول له الكنديان سيتي it is a city, it's not an instance of city, no it is a city، لان ده في حد ذاته class، ده ما هواش instance. ف it is a city البروفنس بتاعتها هتبقى Canadian province، ده زي variable كده، والcountry بتاعتها دايما هتبقى كندا، لان هو type of cities اللي هي موجوده في كندا. وبالتالي لو Egyptian city هنقول it is a city، البروفنس بتاعها هتبقى Egyptian province والكانتري هتبقى ايجيبت اند سو اون. يبقى احنا هنا عندنا كلاسز اوف سيتيز، في عندي سوبر كلاس اسمه سيتي، وعندي سب كلاس اسمه كنديان سيتي، سب كلاس اسمه ايجيبشن سيتي، سب كلاس اسمه امريكان سيتي اند سو اون. طيب السب كلاس بقى اللي اسمه ايجيبشن سيتي ده جينيريك فريم؟ لان ده كلاس، يعني احنا ما فيش حاجه اسمها ايجيبشن سيتي على ارض الواقع. على ارض الواقع في حاجه اسمها القاهره، على ارض الواقع في حاجه اسمها اسكندريه. طب القاهره واسكندريه دول ايه بقى؟ دول individual frames، دول instances of ال general frame اللي اسمه Egyptian city. فانا ممكن اقول له هنا كايرو instance of Egyptian city، البروفنس downtown مثلا ده مركز القاهره، والpopulation كم مليون نسمه. طبعا احنا عندنا القاهره population بتاعها معدي ال 4.5 مليون، ده بكتير يعني. تمام يا شباب، يبقى احنا كده اتكلمنا على التايبس اوف فريمز وبنمثلهم ازاي. وزي ما قلت لكم لو جينيريك تايب من جينيريك تايب تاني فاحنا بنستخدم از ا، لكن لو هو انديفيديوال وبينهرت جينيريك او هو عباره عن انستنس اوف وان اوف ذيس جينيريك تايبس فانا بستخدم انستنس اوف. يعني في تو بقى فانكشنز بنسميهم البروسيدجرز. خدوا بالكم اللي احنا قلناه لحد دلوقتي ان انا بديسكرايب كلاسز سوبر كلاسز وسب كلاسز في شكل فريمز من النوع الجينيريك فريمز، وكل كلاس ليه السلوتس بتاعته والسلوت فيلرز، بس دي بتعبر عن الكلاس as a general concept. طيب بعد كده قلنا ان انا عندي حاجه اسمها الانديفيديوال فريمز اللي بعبر بيها عن انستنسز اوف ذيس جنرال كونسبتس على ارض الواقع،
وبقول ان هي it's an instance of which class او which subclass whatever، وبعد كده بقول بقى الخصائص اللي بتمثلها هي فعلا. طيب لحد دلوقتي احنا بنتكلم على objects وعلى properties او خصائص اللي هي الاسبكتس او الستاتس اللي احنا اتكلمنا عنها، لكن ما اتكلمناش بقى عن functions، ويمكن ده الجزء اللي بيميز الفريمز عن السيمانتيك نتس عن البرودكشن رولز. كل واحده فيهم ليها استخدام. يعني السيمانتيك نتس كان بيعبر عن entities وريليشن شيبس او نودز ولينكس، وبيمثلها في شكل نتورك كده ويقول لي ده متربط مع ده ازاي وده متربط مع ده ازاي بنفس الطريقه اللي العقل البشري بيربط بيها المعلومات مع بعض. البرودكشن سيستمز كان قواعد برضو بنفس الطريقه اللي العقل البشري بيمشي بيها في شكل رولز، لو حصل كذا اعمل كذا، لو حصل كذا اعمل كذا، تمام، او لو حصل كونفليكت ما بين كذا وكذا طب يا ترى اعمل ايه. ودي الحيره اللي البني ادم بيقعد يحتارها، انه انا عايز مثلا اروح اصيف وفي نفس الوقت عايز اخد كورسات في الصيف وفي نفس الوقت عايز اعمل كذا في الصيف والتايم مش مناسب، فبيحصل عندي نوع من انواع الكونفليكت ولازم اعمل كونفليكت ريزولوشن عشان اشوف ويتش رول فيهم اللي هتفاير، ولما تفاير هعمل اكشن، ولما اعمل الاكشن ده هياثر على الانفايرمنت وبالتالي هيبقى فاكت. فهتلاقوا البرودكشن سيستم شغاله بسكه الرولز، هي بتحاكي طريقه تفكير الانسان. السيمانتيك نتوركس شغاله بسيستم التربيط او اللينكجز بتوين كونسبتس، ودي برضو بتحاكي طريقه تفكير الانسان. الفريمز شغاله بفكره الاوبجكتس والكلاسز، هي قريبه قوي للاوبجكت اورينتد بروجرامينج بس في شكل مور كونكريت يعني. ولكن ميزه الفريمز ان هي مش بس بتعبر عن كلاسز وسب كلاسز واوبجكتس بتنهرت الاتريبيوتس او الستاتس بتاعت الكلاسز دي، لكن كمان بتديني امكانيه ان انا يبقى عندي فانكشنز او بنسميها هنا بروسيجرز. يعني في بقى اجراءات معينه بتتم، واكتر نوعين من البروسيجرز بنستخدمهم هو حاجه اسمها الايف ادد وحاجه اسمها الايف نيدد. يعني مثلا لو انا عندي فريم اسمه لكتشر، وانا عندي فريم اسمه لكتشر وعندي سلوت بتقول لي الداي اوف ويك، خدوا بالكم هنا الفريم اللي اسمه لكتشر مكتوب بالكابيتال، اول حرف كابيتال، ده معناها ان هو ويتش تايب اوف فريم، ده جينيريك فريم. كان عندي جينيريك فريم اسمها لكتشر ان جنرال، ليه؟ لان اللكتشر اللي احنا فيها دي اللي هي لكتشر نمبر 8، فلكتشر 8 اتس ان انستنس بقى او انديفيديوال فريم، اتس ان انستنس اوف لكتشر. فليكتشر نمبر 8 it's an instance of lecture، أو lecture of social knowledge representation is an instance of lecture. فالday of week هيبقى one of the weekdays. الديت الفاليو بتاعت الديت هنقول له بقى ايه؟ if added compute day of week. يعني أنا بقول له إن lecture دي حاجة عامة، في شيء عام، في concept عام اسمها lecture. اللكتشر دي بتبقى في يوم ما من ايام الاسبوع، وبالتالي فيها اتريبيوت او سلوت اسمه داي اوف ويك، الفاليو اللي هياخدها هيبقى يوم من ايام الاسبوع. طب الديت التاريخ، هبتدي بقى اقول له اف ادد معناها كل ما ازود انستنس جديده من اللكتشر كلاس هحسب لها الداي اوف ويك بتاعها ده بيوافق الديت ايه، وبالتالي هيبقى في بروسيجر اسمها كومبيوت داي اوف ويك. دي بتحسب لو انا بقول مثلا محاضره سوشيال نوليدج ريبريزنتيشن هتبقى يوم الاثنين، بمجرد ما بقول محاضره سوشيال نوليدج ريبريزنتيشن اتس ان انستنس اوف ليكتشر، الداي اوف ويك مانداي، الديت هقول له بقى ايه في ادد. يعني انا كل ما هاد فاكت جديده او كل ما هاد فريم جديد بداي ويك بويك داي جديد يبتدي يشوف لي الويك داي ده هيوافق كام في الشهر، فبقول له ان الديت هياخد الفاليو اللي هتطلع لي من الكالكيوليشن بتاع البروسيجر اللي اسمها كومبيوت داي اوف ويك، بس ده اف ادد. يعني ايه اف ادد؟ يعني كل ما ازود instance جديدة من الكلاس اللي اسمه lecture يروح اوتوماتيك يحسب لي الديت. يعني كل ما بقول له ما انا هزود instance جديدة يبقى لازم هحدد
ويك داي هقول له الاثنين، طالما ضفت يوم الاثنين ده يبقى يحسب لي ايه؟ يوم الاثنين ده هيوافق كام في الشهر؟ الديت بتاعه ايه؟ طب لو قلت ثلاث يحسب يوم الثلاث، لو قلت اربع يحسب يوم الاربع، سو اون. فكل ما بقات حاجه يحسبها. اما الاف نيدد معناها ده لو احتجناها. يعني مثلا في تيبل الكليرنس بتاعه، لو انا احتجت الكليرنس اف نيدد اعمل لي البروسيدجر اللي اسمها كومبيوت كليرنس. تمام. الانهيرتنس في تو تايبس اوف انهيرتنس في الفريم، زي ما قلت لكم لو هو سوبر كلاس وهو سب كلاس هيبقى الانهيرتنس هو از ا، اما لو هو كلاس وهو اوبجكت فالانهيرتنس هيبقى من التايب انستنس اوف، لكن في الاخر كله بينهيرت سواء الايز ا. يعني مثلا الكنديان سيتي از ا سيتي، وبالتالي هي هتنهيرت كل البروبرتيز بتاعه السيتي. طيب تورونتو از ان انستنس اوف كنديان سيتي، يبقى هتنهيرت كل البروبرتيز بتاعه الكنديان سيتي. بس هما تو تايبس اوف انهيرتنس، لكن في الاخر بينهيرت او بيرث جميع الخصائص. خلينا ناخد امثله. يعني مثلا بقول له elephant is a mammal. طيب طالما لقيته مكتوب is a، يبقى الالفنت ده generic frame ولا individual frame؟ طبعا هنا واضحة جدا انها ايه؟ generic frame. اولا مكتوبة capital، ثانيا سيبكوا بقى من الكابيتال. طالما قلت is a يبقى هو class عبارة عن sub class من class اعلى منه. يعني الالفنت از ا كلاس لكن المامل از ا سوبر كلاس، وبالتالي الالفنت از ا مامل، يبقى الالفنت بيرث كل البروبرتيز بتاعه الماملز او الثدييات. لكن في حاجه بتميز الالفنت عن بقيه الماملز. الالفنت ككلاس خدوا بالكم، لان انا مش بتكلم على فيل معين، انا بتكلم على الفيله بوجه عام. تمام. فبيميزوا ان الاير سايز از لارج وان الكالر ايه؟ جراي. وبقى في الفريم بتاعه. طيب في بقى راجا، في فيل راجا. تمام. راجا ده is an instance of elephant، يبقى instance معناها ان ده ايه؟ individual ولا generic؟ هنا معناها ان راجا individual frame، لانه هو عباره عن instance of، يعني حدوث على ارض الواقع للفريم اللي اسمه او للكلاس اللي اسمه elephant. طيب الاير سايز سمول، خدوا بالكم بقى هنا من حاجه، في هنا حاجه اسمها الانهيرتنس ان هو بينهيرت نفس الخصائص، ولكن في حاجه اسمها اكسبشنز للانهيرتنس ده، او بنسميها الاوفر رايد. يعني ايه؟ يعني بما ان الاليفنت از امامل وان الاير سايز لارج، وبما ان راجا از ان انستنس اوف اليفنت، يبقى المفروض انه باي ديفولت الاير سايز بتاع الراجا ايه؟ لارج، لان هو اليفنت اصلا. لكن انا هنا بقول له ear size small، معناها ان هو هينهرت او هيرث كل الخصائص بتاعه الاليفنت ما عدا الاير سايز، هنعمل لها اوفررايد، يعني انا هبدل دي بالفاليو بتاعه الانديفيدوال. طيب الرويال اليفنت از ا اليفنت، هو سب كلاس من الكلاس اللي اسمه اليفنت، لكن الكالر وايت. تمام. فهو سب كلاس، هو بينهرت كل الخصائص بتاعت الاليفنتس لكن الكالر ايه؟ وايت. طب هسالكم بقى الرويال اليفنت الاير سايز بتاعه ايه؟ هتبقى لارج. محتاجه اكتبها هنا؟ لا، لان انا قلت ان هو از اليفنت، وطالما هو اليفنت يبقى بيرث كل الخصائص بتاعت الاليفنتس ما عدا الخصائص اللي انا هحددها له هنا كسبيشال كيس، ان دي هنعمل لها اوفر رايد. اوكي يا شباب؟ اند سو اون. ده مثال على الانهيرتنس والاوفر رايت في الفريمز، سواء كانت از ا او انستنس اوف. طيب اخر حاجه هنتكلم فيها زي ما قلت لكم بقى ده الجزء بتاع الريبرزنتيشن، الجزء بتاع الريزننج او الجزء بتاع الفانكشنز اللي هتبقى بتنفذ على الفريمز دي، هنمثلها ب تو تايبس اوف بروسيدجرز، واحد فيهم بنسميه اف ادد وواحد فيهم بنسميه if needed. If added procedures are run causing more frames to be instantiated and slots to be filled, when if needed procedure is run potentially causing additional actions. يعني زي ما قلت لكم ده لو محتاجينها، لكن if added معناها كل ما ده يتضاف هتضيف عليه حاجه ثانيه، كل ما هضيف سيتي جديده هحسب لها المساحه، كل ما هضيف
محاضرة جديدة هحسب التاريخ بتاعها، ده if added. أما if needed ده بيرن، بيبقى potentially pose some additional actions على ال instantiation of frames. طيب أنا عشان ما نطولش كتير هختم بالمثال ده. المثال ده عادة بياخد محاضرة كاملة في شرحه، بس احنا هنحاول نختصره، وممكن في المحاضرة الجاية لو في ريفيجن مثلا كده أو حاجة، لو عندكم أي يعني نعمل زوم ميتنج، ولو عندكم أي استفسارات حوالين الكلاريفاينج اكزامبل ده، عشان نبقى زي ما خدنا اكزامبلز على سيمانتك نتس واكزامبلز على برودكشن سيستمز، ناخد كلاريفاينج اكزامبل على الفريمز. المهمة بتاعت الاكزامبل ده هو انه يعمل بلاننج للتريب، والتريب دي هتبقى رحلة طيران، فاحنا هنستخدم الفريم سيستم in order to assist in travel planning. الستراكشر الاساسي هو ان انا عندي تريب، التريب دي او الرحلة دي هي عبارة عن sequence of travel steps، يعني عندي مجموعة من الخطوات. هي التريب مثلا ان انا انتقل من القاهرة الى باريس، ده ما هواش ستيب واحدة كده، لا في مجموعة من الترافل ستيبس. فأي تريب في الدنيا بعبر عنها إن هي سيكونس أوف ترافل ستيبس، والترافل ستيب بتترمينيت بلودجينج ستاي. في حاجة اسمها ترافل ستيب، في حاجة اسمها لودجينج ستاي اللي هي الحتة اللي أنت هتعمل لودجينج فيها أو اللي هتعمل إقامة فيها. بصوا كده، ده المثال بتاعي إن أنا عندي تريب نمبر 17. لو عايزة أعمل بلاننج للتريب نمبر 17 هقول ان التريب دي مثلا بتكون من 3 ترافل ستيبس و 2 لودجنج ستاي. يعني مثلا انا هاخد ترافل ستيب، هنفترض مثلا ان انا مسافره التريب رقم 17 دي، انا مسافره من مصر لاستراليا. هل من مصر لاستراليا بتتاخد ستيب واحده؟ لا، هي بتتاخد مور ذان وان ستيب. يعني مثلا بسافر الاول من القاهره لدبي، سوري يا جماعه، انا في الاول بسافر مثلا من القاهره لدبي، فمن القاهره لدبي دي هسميها ترافل ستيب 17A. طيب القاهره لدبي، ومن دبي هاخد مثلا لاندونيسيا. طيب في النص هنا في ستاي اللي هي الجزء الترانزيت اللي احنا بنعمله في المطار. احيانا الترانزيت بنبقى قاعدين جوه المطار، واحيانا بيباتوا في اوتيلات بره، فبيبقى ما بين الترافل ستيب الاولانيه والترافل ستيب الثانيه لازم يبقى في لودجنج ستاي، ان في اقامه ترانزيت في مكان ما. فهنا الترافل ستيب بتبتدي بتاريخ، بتنتهي بتاريخ، بس بتنتهي بايه؟ بتنتهي بلودجنج ستاي. واللودجنج ستاي بتبتدي بترافل ستيب وبتنتهي بترافل ستيب ثانيه، والترافل ستيب دي بتبتدي بلودجنج ستاي 17A وبتنتهي بلودجنج ستاي 17B and so on. وبالتالي هو ده البلاننج بتاع الرحله. فلو انا عايزه اقول ان انا بعمل بلاننج للتريب في المطار ما بين مطار القاهره والعاصمه مثلا او اي مطار في استراليا، فده عباره عن 3 ستيبس. الستيب الاولانيه هتبقى من القاهره لدبي، الستيب الثانيه من دبي مثلا لاندونيسيا، والستيب الثالثه من اندونيسيا لملبورن مثلا في استراليا. طيب القاهره لدبي، ودبي في تايم لاج هنا، فهيبقى في لودجنج ستاي في النص اللي هي ما بين رحله القاهره دبي ودبي اندونيسيا، وفي لودجنج ستاي ثانيه في اندونيسيا هتبقى ما بين رحله دبي اندونيسيا واندونيسيا ملبورن مثلا او استراليا ان جنرال يعني. طيب ده بقى بنحطه في شكل فريمز ازاي. تخيلوا كل التعقيد اللي احنا بنتكلم فيه ده هيتعمل بفور فريمز بس فور جينيريك فريمز. دول جينيريك، كلهم جينيريك فريمز. اول حاجه انا عندي فريم اسمه تريب. التريب دي البروبرتيز بتاعتها ايه او السلوتس بتاعتها ايه؟ انا عندي فيرست ستيب وهقول له انهي ترافل ستيب. يعني مثلا التريب رقم 17 الفيرست ستيب هي ايه؟ ترافل ستيب 17 ايه. طب اللاست ستيب ترافل ستيب 17 سي، سوري. تمام، فهقول له الفيرست ستيب هي ايه؟ الترافلر بيرسون البيجين ديت والتوتال كوست، وهحط البرايس. فده لاي تريب هيبقى ليها 4 سلوتس. السلوت الاولانيه بتقول لي يا ترى الفيرست ستيب التريب دي منطلقه من مطار ايه؟ فهيبقى مطار القاهره.
وده بيديني ترافل ستيب معينه، يعني ايه اول ترافل ستيب في الرحله دي، ده اللي انا يهمني. الحاجه الثانيه الترافلرز نوعهم ايه، هل هي رحله بضائع ولا رحله بني ادمين، فانا بقول له انها بيرسون، والبيجن ديت بتاع الرحله، والتوتال كوست اللي هو البرايس. طب حد قال لي امال فين الفاينل ستيب وفين الاند ديت، انا مش محتاجه اكتبهم في الفريم بتاع التريب. ليه؟ لان هما هيتكتبوا بعد كده في الترافل ستيبس وفي اللودجنج ستاي، فانا اقدر احسب اف نيدد، اقدر احسب الاند ديت من بقيه السيستم. فالحاجه اللي اقدر احسبها من بقيه السيستم مفيش داعي احطها ك اتريبيوت او كسلوت في الجنريك فريم. طيب التريب دي بتتقسم لمجموعه من التريب بارتس، كل بارت زي ما بقول لكم اهو، كل بارت هيبقى له بيجين ديت وهيبقى له اند ديت وهيبقى له كوست وهيبقى له بيمنت ميثود ان جنرال. طيب الترافل ستيب واللوجينج ستي الاثنين دول هما تو كلاسز ولكنهم سب كلاس من حاجه اسمها التريب بارت، معناها انه الاثنين دول سواء الترافل ستيب او اللوجينج ستي كل واحد فيهم له بيجين ديت وله اند ديت وله كوست وله بيمنت ميثود. هنا انا بعمل ايه؟ انا بس فكره انه بدل ما احط الاربعه سلوتس دول هنا وارجع احط الاربعه سلوتس دول هنا تاني، طالما هي حاجه كومن يبقى انا هحدد حاجه اسمها حاجه مور جينيريك اسمها تريب بارت، وابتدي اقول ان ده از ا، يعني ده سب كلاس. الترافل ستيب هي سب كلاس من التريب بارت، واللوجينج ستي هي سب كلاس برضو من تريب بارت. طيب فانا عندي تريب، التريب دي متقسمه لمجموعه من التريب بارتس، التريب بارتس يا اما بتبقى في الهواء يا اما بتبقى على الارض. لو في الهواء هنسميها ترافل ستيب، لو على الارض هنسميها لوجيك ستيب. طيب الترافل ستيب از ا تريب بارت وبالتالي هتاخد نفس الاتريبيوتس. المينز طبعا الطياره، الاوريجن والديستنيشن يعني منين لفين لانها ايه؟ لانها ترافل ستيب. والنكست ستيب والبريفيوس ستيب، خدوا بالكم دول بقى اللي بيقولوا لي يعني مثلا الترافل ستيب الاوريجن هتبقى مطار القاهره، الديستنيشن هتبقى مطار دبي، البريفيوس ستيب مفيش لان هي اول ستيب، طب النكست ستيب 17 بي اند سو. تمام شفتوا العلاقات هنا هتظبط لي الدنيا. الديبارتشر تايم، الارايفل تايم، لان احنا قلنا الترافل ستيب دي الحاجه اللي هو التريب بارت اللي بتبقى فين؟ اللي بتبقى في الهواء. الاوريجينال الاوريجين لودجنج ستي والديستنيشن لودجنج ستي، كل ترافل ستيب قبلها لودجنج ستي وبعدها لودجنج ستي، وكل لودجنج ستي قبلها ترافل ستيب وبعدها ترافل ستيب. تمام ده اللي احنا هنعرفه هنا. طيب اللودجنج ستي هقول اهو الارايفنج ترافل ستيب والديبارتنج ترافل ستيب والسيتي. ليه قلت سيتي بقى؟ لان اللودجنج ستي احنا قلنا ده ايه؟ على الارض. يعني انا هنا الترافل ستيب الاولانيه كانت القاهره دبي، والترافل ستيب الثانيه كانت دبي اندونيسيا، يبقى اللودجنج ستي السيتي هنا هتبقى ايه؟ دبي طبعا، الترانزيت هيبقى فين؟ في دبي. تمام فانا هقول له ان اللودجنج ستي 17 ايه الاوريجن ترافل ستيب بتاعتها القاهره دبي، والديبارتنج ترافل ستيب بتاعتها تبقى دبي اندونيسيا، وبالتالي السيتي اللي هيبقى فيها هي ايه؟ دبي طبعا. تمام واللودجنج بليس يعني هو قاعد في انهي مكان في دبي بالظبط، هل هيقضي الترانزيت ده في المطار ولا هيروح اوتيل، ولو هيروح اوتيل خدوا بالكم هيبقى فيه كوست وهيبقى فيه بيمنت ميثود اند سو اون. ليه؟ لان اللودجنج ستي ده ما هو الا تريب بارت، وكذلك الترافل ستيب ما هي الا تريب بارت. تمام فتخيلوا بقى سيستم معقد بهذا الشكل احنا مثلناه في شكل فور جينيريك فريمز، تريب فريم، والتريب دي بتكون من مجموعه من التريب بارتس. انا كل اللي بقوله في التريب الفيرست ستيب، ليه بقول بس الفيرست ستيب؟ لان كل ستيب هتجيب لي النكست ستيب اهي، البريفيوس والنكست وخلاص. يبقى انا هنا مش محتاجه اقول الفاينل ستيب هي فين، هي كل واحده هتسلم اللي بعدها، كل واحده هتسلم اللي بعدها. والارايفل والديبارتشر دول للترافل ستيب، اما هنا هيقول لي الارايفنج والديبارتنج ترافل ستيبس يعني الرحله اللي قبلها الجويه اللي قبلها والرحله الجويه اللي بعدها، وبالتالي الترانزيت ده في انهي سيتي، واللودجنج بليس الاقامه هتبقى سواء في المطار ولا في اوتيل ولا فين بالظبط، وكل الكلام ده هيتحدد له كوست وهيتحدد له، وبالتالي هيبقى عندي التوتال كوست او برايس ممكن يتحسب من اجمالي الكوست بتاعت الترافل ستيبس مع اجمالي الكوست بتاعت اللودجنج ستي، يحسب لي التوتال كوست. طيب هنا
زي ما قلت لكم ادي الترافل ستيب اهي، المينز ايربلين، التريب بارت، البيمنت ميثود فيزا كارد، الترافل ستيب، الاوريجن. الاوريجن بتاع الترافل ستيب هقول له اف نيدد اف نو سيلف، يعني لو انا ما اديتلكش انا فاليو للاوريجن بتاعت الترافل ستيب شوف البريفيوس ستيب. واضحه جدا، لانه الاوريجن بتاعت الترافل ستيب هي الديستنيشن بتاع البريفيوس ستيب. خدوا بالك هنا الترافل ستيب ليها اوريجن وليها ديستنيشن. طيب الترافل ستيب بي الاوريجن بتاعها ايه؟ دبي، والديستنيشن بتاعها اندونيسيا. طيب لو انا ما قلتلكش ان الاوريجن بتاعها دبي شوف البريفيوس ستيب وشوف الديستنيشن بتاعها ايه. دي كانت من القاهره لدبي، يبقى اكيد هنا الاوريجن ايه؟ دبي. فهنا الاف نيدد والاف ادد بيعملوا لي انهانسمنت للبرمجه، انه انا مش محتاجه اكتب كل الديتيلز، يعني مش محتاجه ان انا لكل ترافل ستيب اقول له الاوريجن واقول له الديستنيشن، لا انا هقول له في اول واحده بس الاوريجن والديستنيشن، في اللي بعدها هقول له الديستنيشن بس. ليه؟ لانه هيجيب الاوريجن من الديستنيشن بتاعت اللي قبلها اند سو اون. تمام يا شباب؟ فهنا الذكاء بقى، احنا بنتكلم على ذكاء اصطناعي، فلازم يبقى عندنا احنا كمان ذكاء طبيعي واحنا بنبرمج. يعني ما ينفعش ابقى انا بتكلم على ذكاء اصطناعي وابقى بلقن الكمبيوتر تلقين كده بكل المعلومات، امال هو هيبقى ذكي ازاي؟ هو لازم ينفر حاجات، يعني لازم يستنتج حاجات من حاجات تانية. اما انا بقول له انه دي ستيبس بتسلم بعض، يبقى منطقيا كده الاوريجن بتاع ده هو الديستنيشن بتاع ده، والديستنيشن بتاع ده هو الاوريجن بتاع ده اند سو اون. تمام؟ والديستنيشن بتاع الترافل ستيب 17 ايه هي السيتي بتاعت لودجنج ستي 17 ايه. اما انا بقول انا وصلت من القاهره لدبي وبعد كده هاخد من دبي، يبقى بالعقل لودجنج ستي فين؟ في دبي. يعني انا هنا مش محتاجه ان انا اقول للكمبيوتر ادخل اسال البني ادم اللي بيخطط التريب دي هي السيتي هتبقى فين؟ لا هي مش محتاجه ذكاء، يعني ايه السيتي هتبقى فين؟ اما انا بقول لك انه في ستيب او خطوه من القاهره لدبي والطياره اللي بعدها من دبي لاندونيسيا، يبقى بالعقل لودجنج ستي فين؟ هتبقى في دبي. فانا هنا ببقى محتاجه قوي ان الكمبيوتر يبقى بيفكر بالطريقه اللي البني ادم بيفكر بيها، زي ما قلت كده بالعقل، يعني مش كل حاجه يسال عليها عشان نقلل الايرورز، لا هو بينفر، يعني هو بيبتدي يستنتج بعض المعلومات اللي هي انا ما قلتهالوش من المعلومات القليله اللي انا قلتها له. وكل ما عملنا ده وكل ما علمناه ازاي يجيب ده من ده، هيبقى بالنسبه له الموضوع اذكى كتير، يعني بدانا نعمل سيستم ذكي فعلا. فهنا الانهانسمنت ان انا بقول له اف نيدد، يعني اف نو سيلف، يعني لو مش اول ستيب خالص، خد البريفيوس ستيب وبعد كده شوف البريفيوس ستيب الديستنيشن بتاعها ايه. الديستنيشن هيبقى هو الاوريجن بتاع الترافل ستيب. تمام؟ طيب التوتال كوست بتاع التريب اف نيدد، اقعد بقى احسب لي الكوست بتاع كل ستيب والكوست بتاع كل لودجنج ستي، واجمع الكوست بتاعت الستيبس واللودجنج ستي واعمل ريبيت لحد ما تحسب لي الايه؟ التوتال كوست. انا مش هديك التوتال كوست لانه على حسب الزبون او المسافر، في مسافر ممكن يحب يقضي الوقت ده في اوتيل، في مسافر يحب يقضي الوقت ده في مطار، يقول لك لا انا هبات في المطار، فالكوست بتاع ده مش زي الكوست بتاع ده، فما ينفعش انا ادخله كوست كونستنت كده للرحله، لا التوتال كوست بتاع الرحله المفروض ان هو هيتحسب من السم بتاع الكوست بتاعت كل تريب بارت، سواء كان لودجنج ستي او ترافل ستيب. في ناس يقول لك بدل ما اخدها على 3 ترافل ستيبس، لا انا هدفع فلوس اكتر وهاخدها على طيارتين بس بترانزيت 3 4 ساعات في المطار وخلاص. دي كلها اوبشنز تبقى متاحه لليوزر، وبالتالي المفروض ان البرنامج ده، برنامج الكمبيوتر ده، المفروض ان هو يبقى ذكي انف ان هو يحسب الكلام ده ويابديت الكلام ده من نفسه ويساعدك في البلاننج ويبتدي يظبط لك الدنيا دي بشكل اوتوماتيك. طيب بكده يبقى احنا اتكلمنا على الكونسبت بتاع الفريمز، يعني طبعا احنا ما بقيناش دكاتره اساتذه دكاتره في الفريمز يعني، بس على الاقل شفنا الايديا، البيزك ايديا بتاعت يعني ايه فريمز،
هي اكتر شبه الاوبجكت اورينتد بروجرامنج، انا ببتدي اقسم كل حاجه في الدنيا لجنرال كونسبتس، والجنرال كونسبتس بيطلع منها جنرال كونسبتس ثانيه كسب كلاس من كلاس، وبعد كده الانستانشيشن بتاع الجنرال كونسبتس دي على ارض الواقع بنسميه individual فريم وهكذا. ونبتدي نشوف بقى ازاي الجينيريك فريمز مع الانديفيدوال فريمز مع اللينكجز بتوين ذم نقدر نعمل بلاننج، مثلا نقدر نعمل نمثل اي حاجه او اي مشكله من المشاكل اللي احنا بنتعرض ليها يمكن بنفس الطريقه برضو او بطريقه مشابهه جدا للطرق اللي البني ادم بيفكر فيها. فاحنا خلال الكورس اتعرفنا على ثلاث طرق اساسيه من طرق تمثيل المعرفه الاجتماعيه، وهما البرودكشن سيستم اللي هي طريقه قايمه على الرولز او رول بيست، وسيمانتيك نتس طريقه قايمه على التفكير في شكل نتوركس اللي هي شكل الخلايا العصبيه بتاعت المخ اكتر، والفريمز اللي هي طريقه التصنيف جدول التصنيف اللي هو كل حاجه بتصنف لحاجه مور جنرال، كل حاجه بتصنف لحاجه مور جنرال، ويبقى ده بينهرت من ده، وبالتالي اي انفير يعني انا ببتدي استنتج حاجات من حاجات وابتدي اخصص واعمل. برضو الثلاث طرق دول هم طرق لتمثيل المعرفه الاجتماعيه عند البني ادم، وبالتالي لو احنا بنتكلم على اكسبرت سيستم او ذكاء اصطناعي، فزي ما البني ادم بيمثل المعرفه في دماغه احنا بنمثل المعرفه الاجتماعيه للكمبيوتر من خلال الثلاث طرق اللي قريبين جدا للطرق اللي البني ادم بيستخدمها. طيب هل الثلاث طرق دول سيبرت كده يعني ما ينفعش نعمل ميكتشر ما بينهم؟ بعض البيبرز اللي انتم هتقروها او اغلب الدراسات اللي اتعملت في المجال ده السيستمز الحقيقيه بقى الانتليجنت سيستم الحقيقيه هي واخده ميكتشر، يعني ممكن تلاقيها بتستخدم فريمز مع رول بيز، او بتستخدم رول بيز مع سيمانتيك نتس. طبعا الرول بيز ده متفشي، يعني ده ما فيش برنامج انتليجنت سيستم او برنامج بالارتفيشال انتليجنس ما فيهوش رول بيز، يعني لازم هتلاقوا رول بيز، بس احيانا بيبقى بستخدم الرول بيز في حاجه وبستخدم سيمانتيك نتس في حاجه، او بستخدم الفريمز مع رول بيز، او بستخدم الفريمز مع سيمانتيك نتس مع رول بيز، وكل حاجه فيهم بمثل تايب اوف نولج بالسيمانتيك نتس، وامثل تايب انذر تايب اوف نولج بالفريمز، وامثل مثلا الريزوننج بشكل البرودكشن سيستم اند سو اون. فهنا الابداع بقى بيجي للشخص الريسيرشر اللي زي حضراتكم، لو انا عندي مشكله معينه وعايزه اخلي الكمبيوتر يفكر زي ما احنا بنفكر، وبالتالي اي نيد تو ريبريزنت نولج للكمبيوتر اند اي نيد سام سورت اوف ريزوننج. طيب بالثري تكنيكس اللي انت درستهم دول